الفيديو اللي جاي هيدينا مجموعة حلول لطرح الخصم، تابع معايا وإن شاء الله تستفاد. هنا عشان تقصر المسافة ما بينك وما بين الخصم بتخش بنصف استدارة وتخلي ظهرك ليه وتمسكه بإيديك على كتفك على كتفك وبمنطقة الوسط ودفعة خفيفة بالشكل دوت، تحس إن أنت تجيبه قدام منك. هنا شكل تاني في وضعية قوس وسام، هي بتحاول معايا بشبراي الأول مجاش، وضعية قوس وسام وبإيديها بتعرقله. بص حضرتك بإيديها بإيد بتشده وإيد بتعرقل وضعية قوس وسام، جابته قدام منها. شكل كمان بتحاول معاه مش جاي، رجليها اليمين ورا رجله اليمين وبخلفية الراس بتبتدي تدفعه للخلف بحيث اللي تقع عليه. هنا شكل تالت بتحاول تشيله مجاش، رجليها اليمين ورجله الشمال وبتدفعها بمنطقة الوجه بحيث اللي هي ايه تقع عليه بالشكل ده.